أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
صدق الله.